أخبار كاذبة وتفسير تعسفي لكلام الرئيس سعيد حول المهاجرين لا فارقة في تونس، هكذا أجاب وزير الخارجية التونسي عما أسماه حملة إعلامية معلومة الجهات ضد تونس لم يسمها. ورغم الضغوط الإعلامية والدبلوماسية أجابت الحكومة بإجراءات لصالح المهاجرين. تم نشر معناتها بلاغ صفحة الوزارة ولكن صفحة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يعلم بعض الإجراءات اللي اتخذت باش نسهلوا إقامة بتاع الأجانب الكل ومنهم الأجانب الأفارقة. تونس حاشتها بالإخوة الأفارقة اللي هم في وضعية عادية وحسب القانون، وبالنسبة للي مهمش حسب القانون حبهم يسروا أمر الرجوع متاعهم ولا بالتعاون مع سلطات بلدانهم سفاراتهم وقنصلياتهم وديما في حفاظ مصالحهم وكرامتهم وحقوقهم. هذا وأشار عدد من الخبراء في مجال قضايا الهجرة في تونس إلى ضرورة التذكير بالقوانين التي تحمي المهاجرين في تونس. من المهم إصدار هذا البيان الذي ذكر بالقانون 50 لسنة 2018 المناهض لكل أشكال التمييز العنصري والدعوة إلى الرد عن التجار بالبشر وتسهيل الإجراءات الإدارية للطلبة بالأساس. وكانت الحكومة التونسية قد أذنت بتفعيل عدد من الإجراءات لصالح المهاجرين الأفارقة، من بينها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة، كما أعفت المهاجرين الأفارقة من دفع عدد من المخالفات وتعزيز الإحاطة الاجتماعية والنفسية للمهاجرين واللاجئين في تونس. ويرى خبراء أن الدبلوماسية التونسية قد تحتاج مزيدا من الوقت حتى توضح سياستها المقبلة تجاه أزمة المهاجرين غير النظاميين، خاصة القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وسط مساعي حكومية للتصدي لهذه الظاهرة وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.